أثناء الإعجاب الجميع. بصراحة أنا محمد نور الشريدة ابن الدكتور أحمد الشريدة، مؤسس مبادرة سياحتنا بهمتنا، إحدى المبادرات التابعة لمنصة نحن، وإحدى المبادرات التابعة لمؤسسة ولي العهد. المبادرة هاي أخذت على عاتقها أنها تهتم في مجال السياحة وتنمية السياحة بشكل مستدام، لأنه إحنا بصراحة بلواء الكورة أو بالمملكة كلها قاعدين نواجه مشكلة كبيرة، إنه مكان سياحي بنشهر فترة بعد فترة بصير المكان هذا غير مؤهل سياحيا، لا أنت ولا أصحابك بكونوا بهذا المكان. فبصراحة المبادرة هاي بتهتم في استدامة المواقع السياحية في المملكة. عندنا ثلاث محاور. المحور الأول هو بيحكي عن بكون محاضرات على زوم عن طريق منصة نحن. المحور الثاني كمان بكون هي محاضرات في مختلف الجامعات الأردنية من الشمال للجنوب. والنقطة الثالثة والأهم أهم من الجميع هي رحلات ميدانية مجانية لجميع الطلاب. فإحنا اللي حابب يسجل معانا بيكون بسجل على منصة نحن التابع على مؤسسة ولي العهد. بصراحة بيشرفونا بالجميع وشكرا لكم.